أكتر إشي تأثر عليه اللي هي شادي الله يرحمه. أول ما سمع شادي استشهد أنا برضو كمان صدمت. بدل ما قال لي أول ما تصل عليه بقول لي يا سوسان استشهد أخويا وصار يعيط ودمعته صار ينزل. طلعت عليه وقال لي يا فادي اهدى ورب العالمين هو الاستشهاد لله. هذا صغير جوز عمره صار 28. بابا وين بابا؟ احكي لهم بابا وين بابا؟ اخذ الاولاد على المدارس فطلع طلب خارجي برا وهو مروح في الخان الاحمر صار حادث سير ونزل يتفقد السياره. وبعد ما نزل اجى واحد مستوطن فطخه يعني هيك سمعت. فبدعوا انهم اليهود انه عامل حادث ونازل يطعم. لا لا ما اعتقدش انه جوزي انه عمل هيك مش تاع هذا. لا ما اعتقدش من شغله للدار يعني ويعني عنده ثلاث اولاد بده يتمهم وبهذا. لا ما اعتقدش. كان يطلع الاخبار ولما يحضر الاخبار ينام. يعني بعد ما يحضر الاخبار يصير يصرخ ويحط راسه ينام يتأثر من نفسيته وينام. دائما هيك كثير اشوفه هيك يتأثر وينام. هناك جيل جديد سيواصل ما يقوم به، قد ترتفع الوتيرة وقد تتراجع الوتيرة، ولكن نحن أشبه بالحالة التي مرت فيها القضية الفلسطينية بين 1967 و1970 عندما قيل أنها حرب استنزاف. الآن نحن أمام انتفاضة استنزاف لا تصل إلى مرحلة الجماهيرية ولكنها مستمرة لأنه في واقع مستمر. فباعتقادي هذه مستمرة.